Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. اليوم غادي نشوفوا la communication et acte de langage, décrire des actions. يعني وصف احداث. صافي كما كنشوفوا هنا عندنا des images, quatre images. قبل ما نقراو لو تيكست ديالنا عندنا ان بيتي تيكست غادي نجاوبوا على j'observe et je découvre. السؤال الاول كيقولنا qu'est-ce que tu vois sur ces images? شنو كتشوف فهاد الصور هادو؟ كما كتشوفوا مع بعض كنشوفوا مع بعضياتنا عندنا هذه لا بروميير ايماج شنو فيها لا مير البحر صافي لا دوزيام ايماج هذه شلال شنو كنقولوا له سي اون كاسكاد داكور الماء اللي كيخرج لنا من كيكون هكا كيهبط من الاعالي ديال الجبال كنقولوا لها كاسكاد عندنا هنا لا ثوازيام ايماج هذا ان غارسون شنو كيدير كيعمر واحد الكاس ديال الماء واحد الغوبيني ياك ان بيتي غارسون كي رامبلي او بيان كي اون طران دو رامبلير ان فير دو ا بارتير دان غوبيني هنا كاتريام ايماج شنو فيها كنشوفو حيوانات اول حاجه دي زانيمو هادي غزاله اون غازيل هذا ان شامو جمل شنو كيديرو كيشربو من هاد النهر هادي هذه سي اون ريفيير كي دايره بوليي شتي فيها لي ديشي لي زوردور صافي جو فوا اون غازيل اي ان شامو كي بواف دو لو ياك دون ريفيير بوليي بلين دو ديشي صافي هادو هما هادشي اللي كنشوفو في هاد لي زيماج هادو انا كتبتهم لكم هنايا باش تحتفظوا بهم ايماج 1 جو فوا لا مير ايماج 2 Je vois une cascade. Image 3, un garçon qui remplit un verre d'eau à partir d'un robinet. Qui a une case d'élément. Image 4, je vois un chameau et une gazelle qui boivent de l'eau d'une rivière pleine de déchets. Ça fait. La deuxième question, où est-ce qu'on peut trouver l'eau? Fin qadro l'kaoul l'mieh. Fin ketouaj l'mieh. المياه تقدر تواجد كما قلنا في البحار في لي كاسكاد في لي ريفيير في الانهار في المحيطات في الابار صافي عندنا بزاف ديال في لي سورس لي سورس دو العيون منابع المياه صافي ها هي اون بو تروفي لو دون لا مير لي اوسيون لي ريفيير لي كاسكاد لي بوي هما الابار اي لي سورس دو et 3 points de suspension. يعني عندنا بزاف ديال المنابع ديال المياه. Troisième question. L'eau de mer est-elle douce? الماء ديال البحر واش حلو؟ واش حلو؟ يعني نقدروا نشربوه. Peut-on la boire? بطبيعة الحال كي داير الماء ديال البحر elle est salée. On ne peut pas la boire. الماء ديال البحر مالح ما نقدروش نشربوه. Non. L'eau de la mer est salée. Salée, هي مالحة. On ne peut pas la boire. ما نقدروش نشربوها. Quatrième question. Qui consomme l'eau? شكون اللي كيستهلك لنا الماء؟ شكون اللي يقدر يستهلك الماء؟ قلنا الإنسان، الحيوانات، لي زانيمو. هادو النباتات، الأشجار، لي بلونت. يعني لي بلونت بصفة عامة هما النباتات. فيهم الأشجار، فيهم الورود، فيهم صافي كلشي نباتات يعني tous les êtres vivants consomment l'eau يعني جميع الكائنات الحيه كتستهلك الماء منهم لوم اللي هو الانسان لي زانيمو الحيوانات اي لي بلونت والنباتات لا 5e question et la dernière قال لك l'eau est-elle toujours propre à la consommation يعني الماء واش دائما يعني نظيف للاستهلاك يعني نقدروا نشربوه نستهلكوه نطيبوا به نو بارفوا كنلقاو دو لو بوليي يعني اللي خصو يتستريطا يعني خصو يتصفى ويتعالج ويدوز في مجموعه ديال المراحل ديال المعالجه باش عاد كيرجع صالح للشرب والاستهلاك صافي ها هي نو لو ني با توجور بروبر الماء ماشي دائما نظيف à la consommation de l'istihlak il y a de l'eau polluée هناك مياه ملوثة كيل
qu'il faut la purifier. يعني خصنا نصفيوها ونعالجوها avant qu'elle soit propre à la consommation. قبل ما يعني تكون صالحة وجاهزة للاستهلاك. صافي؟ D'abord, nous allons lire le texte ديالنا باش نجاوبوا على j'écoute et je comprends. Nous allons lire le texte ديالنا هو هذا. Dans la nature, في الطبيعة, l'eau est douce ou salée. المياه عندنا المياه العذبة يعني الدوس هي العذبة يعني صالحة للشرب وصالي يعني المالحة. L'eau est nécessaire à la vie de tous les êtres vivants. والماء مهم وضروري لحياة جميع الكائنات الحية. Pour boire et manger, يعني باش نشربو وناكلو, nous devons utiliser de l'eau potable. خصنا نستعملو المياه صالحة للشرب. Potable يعني qu'on peut la boire. À cause de l'homme, يعني بسبب الإنسان, l'eau est polluée et parfois polluée. يعني المياه بعد مرات كتلوث بسبب الإنسان, الإنسان اللي كيلوثها. L'eau peut devenir rare. والماء يقدر يرجع يعني نادر, هذه قلال علينا الماء. Et les ressources en eau, والمنابع ديال المياه peuvent s'épuiser, تقدر تنشف. Il faut donc l'économiser. ويجب علينا يعني يعني نقتصدوا على المياه ما نبدروهاش يعني نستعملوها ب يعني باقتصاد ما نبدروش ما نبقاوش غير كنخويو الماء ما نبقاوش نخليو لي غوبيني محلولين وحنا ما غاديش نستعملوا الماء صافي كاين بزاف ديال الطرق باش يعني نقتصدوا على المياه صافي هذا هو لو تيكست ديالنا دابا نشوفوا جيكوت اي جو كومبرون ها هما لي كيسيون ديالنا Écoute bien avant de répondre aux questions. يعني استمع جيدا قبل ما تجاوب. Sur quoi nous informe ce texte? يعني علاش كي يعني علاش كي كيدلنا هذا النص ولا علاش كيهضرنا شنو هي المعلومه اللي كيعطينا؟ كي كيهضرنا على الاهميه ديال المياه. صافي؟ ها هي لو تيكست كيخبرنا على الاهميه ديال المياه. Ce texte nous informe sur l'importance de l'eau. اهميه الماء في الحياه ديال جميع الكائنات الحية. سؤال ثاني أ كوا نو سير لو علاش كيفاش يعني علاش كيصلح لنا الماء شنو كنديرو بالماء كما قلنا الماء ضروري في الحياة ديال جميع الكائنات الحية سواء إنسان ولا نبات ولا حيوان ياك وعلى حسب النص هنايا لو est nécessaire à la vie de tous les êtres vivants ou تقدر تزيد pour boire et manger يعني مهمه في جميع الحياه ديال جميع الكائنات الحيه للشرب والاكل على حسب اللي طالبيننا هنا في النص دايرينها pour boire et manger ولكن الماء راه كنستعملوه بزاف د الحوايج pour laver nos vêtements pour faire la vaisselle pour prendre une douche pour arroser les jardins يعني الماء صالح عنده بزاف ديال المنافع ولكن اللي عندنا هنا في النص هي pour boire et manger. Comment est décrite l'eau? يعني كيفاش توصفات لنا الماء هنايا في هذا النص هذا؟ يعني pour décrire on utilise quoi? Des adjectifs. عندنا هنا قال لك ها هي l'eau est douce ou salée. يعني الماء عذب ولا مالح. وعندنا واحد الادجكتيف اخرى هنايا ها هي l'eau est parfois qui d'ailleurs polluée. يعني الماء توصفت هنا بأنها douce, بأنها salée ou بأنها polluée. Ça fait. Ha hiya. L'eau est douce ou salée. تقدر تزيد تا polluée. Ça fait. يعني هو كيقول لك شنو هما كيفاش وصفنا هنايا الماء. تقدر تكون douce. وصفنا بأنها صالي وصفنا بأنها بولي فين وصلنا question numéro 9 quel eau doit-on utiliser pour manger et boire يعني شنو هو الماء اللي نقدر نستعمله باش ناكله ونشربه قلنا l'eau potable يعني الماء الصالح للشرب pour manger et boire on doit utiliser l'eau potable Qui est responsable de la pollution de l'eau? Explique. يعني شكون هو المسؤول على التلوث ديال الماء؟ Explique. يعني اشرح لنا وضح لنا كيفاش
كيتلوث الماء صافي كيما عندنا هنا في لو تيكست ديالنا قالك ا كوز دو لوم لو اي بارفوا بولي يعني الانسان هو المسؤول عن تلوث ديال الماء داكور هو المسؤول وذلك يعني كومون tu dois expliquer غادي تقول له à cause de ses comportements irresponsables يعني بسبب التصرفات ديالو غير مسؤوله صافي ها هي l'homme est le responsable ياك de la pollution de l'eau الانسان هو المسؤول عن تلوث الماء كيفاش à cause de ses comportements irresponsables بسبب التصرفات ديالو الغير مسؤوله شنو كيدير l'homme Il jette les déchets et les ordures dans la mer et dans les rivières, ouzid, etc. Ça fait ou les déchets des usines, de que le bacaya ou de que nifaye de l'ma'amil li katlah fi l'bahar ou de que chez. Yani, l'homme هو le responsable de la pollution de l'eau. Insan هو المسؤول عن تلوث الماء. Comment doit-on économiser l'eau? كيفاش يمكننا نقتصدو في الماء ما نضيعوهش شنو خصنا نديرو اول حاجه خصنا اون دو با غاسبيي لو ما خصناش نبدرو الماء تبذير هيا اون دو با غاسبيي لو شنو خصنا نديرو فيرمي لو روبيني لوغسكون بروس لي دون اللي تكون كتغسل سنانك ما تخليش الروبيني محلول وانت كتحك فمك حتى تسالي وعاد تقط سد الروبيني وغسل سنيناتك Utiliser les arrosoirs pour arroser. يعني نستعملوا داك les arrosoirs اللي كيديروا هكا بحال القريعه وعندها ديك دابا نوريها لكم راه هي عندنا فواحد ليماج يعني اللي خاصه ب يعني بالسقي ديال لي جاردان الحدائق ديال الورود ديال النباتات صافي يعني هادو كيكونوا اقتصاديين في الماء دابا جيكسبلوات اوبسيرف لي فوتو لاحظ الصور معنا décrit les actions suivantes. يعني غادي توصفنا هاد الشيء اللي كتشوفنا في هاد الصور selon qu'elles permettent d'économiser l'eau ou de le gaspiller. على حساب واش هاد لي جيست اللي كيديروا هاد الناس في هاد لي فوتو واش كيساهموا لنا في الاقتصاد على المياه محافظه على المياه ولا في التبذير ديالو صافي aide-toi des expressions de la boîte à outils pour décrire. عندنا هنايا واحد لا بواطه اوتي فيها دي مو دي اكسبرسيون دي فيرب داكشي نستعملوهم نستعملوهم في الوصف ديال هاد لي فوتو هادو كما كتشوفوا هنايا في هاد لا بروميير فوتو شنو كتشوف كنشوفوا ان بيتي غارسون كي بروس سي دون ياك ولكن كما كنشوفوا هو سد الروبيني شتي الروبيني ما محلوش يعني كيقتصدنا على الماء ايماج 1 Le petit garçon brosse ses dents en fermant le robinet. Ce geste permet d'économiser l'eau. ليماج تانية او بيان لا فوتو تانية شنو كنشوفو هادي واحد لا فام كتغسل الماعن il fait la vaisselle ولكن هذه العكس ديالو شتي elle laisse le robinet couler ou bien elle laisse l'eau couler كتغسل ومخليها الروبيني محلول دونك هذا الجيست هو كيضيع كنضيعوا فيه الماء يعني غير اقتصادي ايماج 2 فين هي une femme fait la vaisselle ياك en laissant le robinet couler يعني كتغسل الماعن ومخليها الروبيني محلول ce geste permet de gaspiller l'eau يعني هذا الفعل اللي كدير هذه المراه راه كيضيع لنا الماء pour l'économiser باش نقتصدوا عليه il faut utiliser un seau d'eau pour faire la vaisselle يعني باش نقتصدوا على المياه ملي نكونوا كنغسلوا الماعن نعمروا السطيل ونغسلوا به ما يتوسخ عاود نوليو نبدلوه صافي ما نخليوش الروبيني محلول مده طويله هذه لا ترويزيام ايماج كنشوفوا ان مسيو واحد الراجل شنو كيدير il nettoie bien il lave sa voiture avec un tuyau d'eau شي وهذا لو تويو شو شحال كيخرج منه ديال الماء يعني هذا لو جيست il gaspille l'eau permet de gaspiller l'eau صافي هيا ايماج 3
Un monsieur lave sa voiture avec un tuyau. Ce geste permet de gaspiller l'eau. هاد الفعل اللي كيدير هاد السيد هذا يعني غير مقبول. ما خصناش نخلوه هكا كالروبيني نحلوه حنا كنغسلو السيارة ديالنا. شنو خصنا نديرو؟ نستعملو واحد السطل واحد لو شيفو نبقاو نغسلو ونغسلو لو شيفو ونمسحو نمسحو حتى نساليو صافي. وكنبدلو الماء عند الحاجة مي توسخنا الماء ديك الساعة نقدرو نبدلوه. أما باش تخليها هكا لو توي محلول بزاف صافي. il faut utiliser un seau pour laver la voiture. خصنا نستعملو واحد الدلو ديال الماء. وصلنا ليماج 4 هادي لا ديرنيير ايماج. كنشوفو هنا واحد لا مامون افيك سا بتيت في شنو كيديرو. il arrose le jardin et les plantes. شتي en utilisant les arrosoirs. هذا هما اللي قلت لكم قبيله لي زاروزوار كيكون داير بحال هكا وعندو داك الفيوم فيه ديك النقيطات يعني كيخرج الماء غير بلاتي. اما الا كنتي مستعمله لو تويو غيخرج لك الماء بواحد الكثره يعني وداك الشيء يعني غير صالح صافي. ما خصناش نضيعوا الماء لانه واحد الثروه اللي هو يعني ثمينه خصنا نحافظوا عليها. La maman et sa petite fille arrosent les plantes en utilisant des arrosoirs. Qu'est-ce qu'une bête qui s'amuse avec les arrosoirs? Ce geste aide à économiser l'eau. Qui s'aide à nous pour nous la lumière pour ou hadi yani nasiha pour arroser. Il faut toujours utiliser les arrosoirs au lieu fil makan ou la iwad des tuyaux pour ne pas gaspiller l'eau. بغيو نسقيو النباتات ولا شي جريده عندنا نستعملو لي زاروزوار. Je réemploie à l'école certains camarades gaspillent l'eau. Décris ce qu'ils font. يعني عندكم في المدرسه بعض الاصدقاء ديالك كيضيعوا الماء كيبقاو يبدلوا في الماء يعني وصفنا داكشي اللي كيديروه. مثلا à l'école certains camarades laissent l'eau des robinets couler après l'utilisation. يعني ملي كيمشيو للتواليت ولا كيمشيو يشربوا ولا كيخليو الروبيني محلول كيبقاو يلعبوا بالماء كيترشوا بالماء. دونك هاد لو جيست بيرمي دو غاسبيلو ولا ال اغوز لو جاردان. كيمشيو لعند ديك لي تويو ديال لو جاردان كيبقاو يسقيو الجرده. ال اغوز لو جاردان دو ليكول افيك لو تويو اون ليسون لو كولي دون لا كور. كيخليو الماء مطلق هكا في الساحه يعني كيخليو داك الروبيني اللي فيه لو تويو محلول ولو تويو كيبقى كيخوي في الساحة صافي. هاد لي جيست مخصناش نبقاو نديروها في ليكول ديالنا. Que fais-tu pour ne pas gaspiller l'eau dans ta vie؟ يعني وانت شنو خصك دير باش ما تضيعش الماء باش تحافظ على الماء في الحياة ديالك صافي. هنا عطينا واحد ليكزومبل ديال هاد لو غارسون كي بروس سي دون ياك. شنو خصنا نديرو ملي نكونو كنبروسي لو دون ديالنا؟ ما نخليوش الروبيني محلول كما كيدير هذا. شتي on utilise un verre d'eau يعني نستعملو واحد الكويس ديال الماء يعني باش نشلو الفم ديالنا ابري لو بروساج صافي. انا درت لكم هنا واحد quand je me brosse هيا pour ne pas gaspiller l'eau. شنو خصنا نديرو؟ quand je brosse ou bien je me brosse les dents je ferme le robinet يعني نسد الروبيني et j'utilise un verre pour rincer ma bouche. نستعمل واحد الكويس نبقى نعمرو ونشلل لابوش ديالي. J'utilise les arrosoirs pour arroser les plantes et le jardin. نستعمل يعني les arrosoirs هادوك باش كنسقيو الورود والنباتات. Quand je prends ma douche, je remplis le seau. يعني ملي نكون في الدوش تحت لا دوش ما نخليش لا دوش مفتوحه من فوق مني وانا كنغسل. نعمر واحد السطل ديال الماء ونبدا نغسل. Et je ferme la douche. نعمر السطيل ونسد لا دوش ونبدا نغسل. من سالي عاوتاني نولي نعمر السطر ما بقاش لا دوش محلوله وانا كنغسل واقف صافي. هذا الشيء كان يعني باش نساهموا في الاقتصاد ديال المياه. يلا مي شيغ زيليف سي لا فان دو سيت سيونس. ميرسي بور فوتر اتونسيون اي ا لا بروشين سيونس ان شاء الله.